المناستير مش عايدين مكشخين. جميلة تنطلق بلقب والأجمل وبكرة خطيرة. قال 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 بداية سوبر للترجي، سوبر لمحمد علي بن رمضان. كرة تستقر في شباك الحارس بشير بن سعيد. أي سوبر أي بداية يا راضي يا جعايدي. هدف أول في المباراة 1-0 للمكشخة بكرة كانت ممتازة في المتابعة من داني بن رمضان بعد عمل كبير من رشيد العرفاوي. توزيعة من بن حميدة بن رمضان راس الأول زمن حاجة حسن. تمريره لمحمد علي بن رمضان ممتازه في اتجاه حمد الهوني خطيره للترجي. حمد الهوني في منطقه الجزاء. التمرير لبن رمضان محمد النصراوي هدف التعادل. جول 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 فعلوها فعلوها خلصوها هدف التعادل بن رمضان. بن رمضان من زاويه اخرى كريم بن رايد الفايد عن توزيع وخطيره بن رمضان. الله 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 بفن بروعة بمهارة بخبر بدهاء بذكاء. ياسين الخنيس ياسين الخنيس ثاني مرة أولى مرة ثانية بن رمضان تسديد والهدف الثاني ممتاز جدا محمد علي بن رمضان بطريقة رائعة. محمد علي بن رمضان يسكن الكرة في شباك الحارس حتى الكرة على ساقه اليمين. هاي الإعادة وبكل قوة يسدد برمضان تصطدم بالأرض. مغرين وتصويب تصويب جول جول لتاني جول شكشوكا جول فالا برمضان جان النار ما نهاية المشوار. متابعة محمد أمين بن حميد لمسة أولى وتدخل الكرة وتصويب تصويب وأسرع أهداف المباراة هذا بن رمضان الفنان بن رمضان منذ اللحظات الأولى للمباراة. شعل النار في انتفاع بوتسواني وجالاكسي يعاني منذ بداية المشوار. الترجي نار 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 منذ بداية المشوار. هذه النقاس اتجاه الهوني حمد الهوني حمد الهوني قدام حازم اللمطي يلعب مع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان والهدف والهدف الأول لصالح الترجي الفيتونسي في توقيت 80 دقيقة لعب. محمد علي بن رمضان يتمكن من افتتاح النتيجة في توقيت 80 دقيقة لعب مطلع الدقيقة 35 في هذا الشوط. التوزيع مرة أخرى التوزيعات الكرة الثانية بن رمضان الكرة الثانية بن رمضان ممتازة جدا بن رمضان والهدف الأول للترجي. الترجي افتتح التسجيل مجهود مميز جدا. الكرة الثانية ودور الكرة الثانية بن رمضان تقريبا تقدم بالمقارنة مع الشوط الأول. خطأ دفاعي لا يغتفر وغير منتظر من دفاع اتحاد بن قردين. 1-0 للترجي أمام الاتحاد. بن رمضان يسجل في انتظار ما ستولي إليه بقية أطوال المباراة عمر في توقيت 15 دقيقة لعب 16 دقيقة لعب في الشوط. كرة ثابتة في 27 دقيقة لعب محمد علي بن رمضان التصوير عدل وجول محمد علي بن رمضان جول بن رمضان جول في 27 دقيقة لعب كرة ثابتة يحطها في شباك باير حسن سيسي. 1-0 للترجي توقيع تالي بن رمضان. إيلان الشعلالي البدري هذا بن رمضان 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 التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه من هادي بن خيسة لبن رمضان والرقم واحد هو الرقم خمسة. بن رمضان يرجع ذكريات برخيصة في نصف نهائي كأس العرب في الرياض هدف قاتل عن طريق بلها والآن يسجل بن رمضان هدف من خارج منطقة الجزاء كرة صوبها في منتهى